it's very hard for us, for all Muslims, to have this kind of movies they show for all over the world, only for the shameless. And it's very bad for us. We are here now to defend the Prophet and to be with him forever. لماذا عندما يهاجم الإسرائيليون يقوم الجميع العالم ويدافعون عنها ويسمون ذلك بمعاداة السامية، ولكن عندما يقوم أحدهم بإساءة النبي محمد الذي هو نبي الرحمة ونبي فوق المليار ونصف من البشر لا يقومون بأي شيء ويقولون أن ذلك حرية التعبير. آزادی بیان و حدود آزادی بیان هست، این یک امر کاملا طبیعی در تمام کشورها هستش که آزادی بیان بی حد و حصر در عمل بی حد و حصر نیست، تمام آزادی ها مقید به قانون هستش و